وليد انت بتقول لي جايبين صلصه وجبن ولحوم ورز ما شاء الله، ورز ومكرونه وسكر وملح. تمام. قولي بقى، قولي وليد انت اول مسؤول هنا عن الجمعيات في دور الايتام في بنك الطعام. طعام مصر. الحاجات دي مواد غذائيه حسب العدد المقيم في الدار، مسنين او مسنات، زائد المشرفين الداخليين اللي قاعدين مع المسنين والمسنات. بنجيب الكميه وبنحسب العدد عليهم يكفيهم طول الشهر من لحوم او بقوليات او جبن عشان العشاء والفطار. طبعا اللي جاي الدور المستحقه، فهنا مثلا دار، هنا دار موجوده هنا في الوراق، المفروض انها من دار السمعيه، منها من المستحقين. مستحقين مع دور البنك طبعا. بتحسبوا عدد الرجاله والسيدات والناس كل المقيمين بيصرفوا عليهم والبيتين معاهم على خدمته. البنك طبعا بيقدم الزاد الشهري اللي بيكفيهم الشهر كله، زي تغيير معبأ، زي غير كرتون رمضان او بنك الطعام، ده كراتين، ده دي اكياس معبأ عشان خاطر الطبخ اليوم بيكفيهم مده الشهر. ربنا يبارك فيكم.